budget. J'ai rendu une décision en 1975. Vous savez très bien que les plus grandes démocraties occidentales, les Pays-Bas, les pays scandinaves, la Belgique, qu'est-ce qu'ils ont fait ? La preuve est à un niveau interne. Nous avons la preuve. أحكم 10 سنين ولا أحكم 8 سنين أحكم سوليسيون نو ils n'ont rien trouvé jusqu'à maintenant. Vous êtes parti en Hollande. En Hollande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé. Imaginez la Hollande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a plus qu'on ne peut pas. Tant vers l'interdit. Ce qui est interdit. Un peu penchant vers l'interdit. Les Hollandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des fumoirs. Ils ont. On peut discuter là-dessus. لا أسمو أنا بالك واش قال ما ترى ماذا نسيبو بيه تزوف لو كوب تزوف لو كوب فلما خلو شكرا بيدا كيفاش نديرو جو بروبوز جو في بارتي قدم نفسي اكزاكتومون جو في بارتي دو لاسوسياسيون اي سيغمان دي بارون دي او نيفو دو بريمير ازمزا اي اوسي ان كوليكتيف داسوسياسيون او نيفو تفضل رئيس قدم روحك نفسك دونك لا لوت كونتر لا توكسيكوماني دونك سي لافير دو توس بون دونك بور اجير اي اجير ميو جو بونس كو لا بروميير شوز اون دو بروندر كونيسونس ديجا اون تونك بي ا تي سي عندي سؤال صغير حبيت نقول على حوالي المورو Les trois corporations avec lesquelles on va essayer de travailler, c'était surtout. شكرا سيدتي pour le سؤال هذا. Donc, تكون محاضرة. على خطير البحث. Donc, ممكن أنا على أبواب افتتاح السيزون السيفا. دخل الخالصة التي تكون تحت عنوان. اسمح لي بوسائل ترفيهية أو رياضية لي العدول على الفتنة. نعم. احنا ما رناش في هذا الدراسي رانا الهدف نتاعنا هو الاقلاع عن الادمان على المخدرات. وكان الابن يضرب من الاب نتاعه ويقول له شيل لي طوموبيل او شيل لي شنطه وش نسيرو من 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 نسيرو نبقى مدمن. لا ماهوش هذا هو الحل. اون بو با دوموندي ما راناش في وضعيه او في يوم لنطلقوا بالوسائل المادية حتى نقلع المخدرات. الناس الأسكي لازم نكونوا واعيين باللي هذه المخدرات إذا كان المدمن يبقى مدمن أعطيه ما شئت من الوسائل لأنه لا يستطيع استعمالها. دونك نجدد النزاع الدائري ضد الدولة. يا ناس لازم نكونوا مسؤولين أن مسألة الإدمان أو مسألة الإقلاع عن الإدمان في المخدرات هي مسألة جوهرية تتعلق بتهديم أسرة بإكمالها بدءا من الإبن إلى العائلة كلها. دونك أون بو با بوزي دي كونديسيون. ما نقدروش نقدموا شروط قال احنا باش في القرية نتاعنا ولا في الدائرة نتاعنا باش الناس ما تروحش المخدرات لازم لها ملاعب لازم لها قاعة رياضة لازم لها. صافي عندنا برا سويت وحدها. دونك يفو سونسيبيليزي لي جان، الاب يسونسيبيليزي ولادو، المعلم يسونسيبيليزي التلاميذ، كل واحد في الدور نتاع الجمعيات هادو اللي راهي تنشط هي اللي تنشط الشباب وتقول لهم الاقلاع عن ما نقدروش اون با بوزي دي كونديسيون في اليوم اللي رانا فيه في الدراسه حتى نقلع على الشباب اللي راه هو راهي افه تهديم في المجتمع. Depuis la mise en service de la nouvelle structure en 2017, l'activité de notre service. Donc, en connaissant, en faisant l'inventaire, ça ne fait pas plaisir de le dire, mais en ayant une cartographie réelle de notre population pour qu'on puisse avoir une démarche scientifique, une démarche pour la prise en charge concrète et pour éradiquer, comme il a si bien dit M. le procureur général, pour éradiquer ce problème qui est partout. Ici, nous avons un fichier national qui est numérisé. Donc numérique, on peut avoir la loi nationale pour le suivi de l'évolution des phénomènes de la toxicomanie en Algérie. Mmh.
غير شرعي أو إنتاج غير شرعي. ثم تأتي المرحلة الثانية، يتصرف في هذا المواد المشروعة عن طريق البيع. تهيني قبل طبيب مختص، أول حاجة يعينوا طبيب مختص. إذا أما إذا تبين أن حدث إلى داخل المؤسسة ويأمر بإخضاع الوجوه ما تثبت بخبرة طبية من حالة خير تستدعي ذلك، وذلك بيضاء طريقة من الجمهورية ما يتابع إحنا أحضر في المتابعة. وعلى جميع الحاضرين اليوم بالقاعة وشرفنا في هذا اليوم الدراسي، أتمنى أن يكون هذا اليوم الدراسي فيه فائدة للجميع، وفيها أولا تحسيس بهذه الظاهرة الخطيرة من طرف وسائل الإعلام بمختلف سواء السمعية أو البصرية. وانا ما في شك لانه الوجوه اللي يعني فيها روح المواطنه من خلال تدخلاتهم ومن خلال حضورهم، ويمكن بواسطتكم الحد من هذه الظاهره الى حد كبير، لا سيما ان القانون فيه اولا الوقايه والعلاج ثم باش نمشيو للعقاب. وفي الاخير نعلن عن اختتام هذا اليوم الدراسي، أتمنى لكم عودة ميمونة إلى بيوتكم، وفي لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.